فشل الأهلي في ضم المهاجم البرازيلي سوزا، والفشل أيضا في ضم الكونغولي مونيكا، وفي ظل إن الأهلي بيدور على مهاجم أجنبي سوبر لتدعيمه للموسم الجديد، اترشح للنادي الأهلي الكونغولي لاندري دياماتا. اللاعب من مواليد 1 سبتمبر 97، اتولد في الكونغو لكنه حامل الجنسية البلجيكية وعنده 25 سنة. بيجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح، وطوله تقريبا 1.85 متر. بدأ دياماتا مشواره الكروي في صفوف فريق الشباب بنادي مونز البلجيكي، عشان ينتقل منه لنادي ستاندر ليج البلجيكي عشان يتألق مع نادي جديد بشكل لافت للأنظار، عشان يتنقل بعدها لعدة أندية. لعب المهاجم البلجيكي في صفوف أندية أوستاندو وأندرلخت البلجيكيين وفولسبورغ الألماني، وكانت آخر محطاته في الملاعب نادي أسبانيول الأسباني على سبيل الإعارة. لعب لاندري دياماتا 166 مباراة خلال مشواره الكروي، وقدر يسجل 44 هدف، وقدر يصنع 14 جول لزمايله، وحصل في مشواره على 11 بطاقة صفراء وكارت أحمر وحيد. لعب لاندري دياماتا مع إسبانيول الموسم اللي فات 32 مباراة، وسجل 10 أهداف وصنع هدفين، ده غير إنه شارك في جميع منتخبات بلجيكا في مختلف الأعمار السنية، وقدر يسجل معاهم 19 هدف، لكنه لحد دلوقتي ما شاركش مع المنتخب الأول البلجيكي في ولا مباراة رسمية. يا ترى شايفين إن الصفقة ممكن تبقى مفيدة للنادي الأهلي وتعوضه عن ضم سوزا وموليكا؟ وهل هو ده المهاجم اللي هيلاقي فيه النادي الأهلي ضلته إنه يفنش على المرمى بأعلى مستوى؟ سيبولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اشتراك في القناة ولايك للفيديو. سلام.